السلام عليكم. اللي بيدخل هندسة طبية بيدخل غرفة عمليات ولا لا؟ وبيعمل ايه؟ اللي بيدخل هندسة طبية لازم يدخل غرفة عمليات. انا دلوقتي في تالتة هندسة طبية، وتقريبا دخلت غرفة العمليات في حدود 30 40 مرة، ومستشفيات كتير على مستوى مصر. عشان اجابة السؤال تكمل لازم نعرف كام حاجة. احنا بنخش غرفة عمليات بنعمل ايه؟ وهل شغلنا بيكون محتك بالمجال ده على طول ولا لا؟ طيب، اولا كده احنا بنخش غرفة العمليات في بعض الاحيان كطلبة في تدريب بالصدفة، عندك صيانة في حاجة، فأنت كده بتخش غرفة العمليات. هل بيكون فيها مريض؟ لا، مش شرط، قليل أوي لما يكون فيه مريض. بس أنا صراحة شفت 3 مرات تقريبا كان فيه مرضى وفي العملية وأنا شفتهم، فبالكتير أوي هتعدي بالموضوع ده. ولكن هل شغلك بقى هيكون في الجزئية دي؟ خلينا نوضح. مجالات شغل هندسة طبية كتيرة أوي، كنت وضحتها في فيديو قبل كده. في ناس في بايوميديكال شغالين في سوفت وير وما بيشوفوش أصلا مستشفيات، أو بيشوفوها نادرا، فاحتكوا بالجزء ده اثناء فتره الكليه بس، اثناء فتره التدريب لو هما نزلوا، فما يكونش ليهم اي علاقه. طيب، في ناس تانية شغالين فيلد سيرفيس، فهم بينزلوا بيصلحوا الاجهزه دي. مثلا لو احنا قلنا على اجهزه الاي جي تي، فهم بيكونوا اصلا بيصلحوا اجهزه جوه غرفه العمليات. ساعات بتعطل وفي مريض جوه غرفه العمليات، نادرا ما بيحصل بس بيحصل. طيب، مين تاني ممكن يحتك بالجزئيه دي؟ الناس اللي شغالين كلينيكال، الناس اللي شغالين اصلا في المستشفى. ساعات بيحصل بعض المشاكل الطارئه اللي بتتطلب منهم ان هم يطلعوا غرفه العمليات، بيكون في مريض داخل الغرفه. في مجالات شغل تانية برضو بيخش غرفه العمليات. يبقى كده مش كلنا كبايوميديكال بنخش غرفه العمليات بنشتغل فيها، لا، في بعض الحالات الطارئه، في بعض الاجهزه اللي متطلبه مننا ان احنا ننزل في وقت يكون في غرفه عمليات اصلا، طبعا بيبقى في تعقيم وحاجات كتيره قوي قبل ما تخش الغرفة دي، بس برضو انت بتشوف مريض وهو في فترة العملية، فالموضوع بيبقى صعب شوية. بصراحة صعب شوية. مرتين انا شفت فيهم شخص كنت واقف منزهل كده، فاهم؟ اللي هو يعني الموضوع برضو صعب شوية يعني، بس يعني هتتأقلم مع الموضوع. يبقى احنا ما بنعملش حاجة للمريض اطلاقا اطلاقا، ولكن الاجهزة دي مهمتنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. الاجهزة اللي جوه الغرفة دي اي حد ليه علاقة بيها هو ممكن يخش في غرفة العمليات أثناء العملية. ولكن في مجالات شغل كتيرة قوي ما بيحتكش أصلا بالموضوع ده خالص غير فترة الكلية لو هو نزل تدريب أو حاجة.